بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآيات من آل عمران من الآية 65 إلى الآية 69، نمر مرور سريع إن شاء الله. تقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بارك الله فيك. آية الشيخ عيسى تقرأ لنا الآية الأولى 65. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ نعم، يا أهل الكتاب، إذن المقصود بالدرجة الأولى اليهود والنصارى، وخصوصا أنه مذكور التوراة والإنجيل. لما تحاجون في إبراهيم؟ الآن نوقف شوي عند تحاجون. أولا، الحج فيه معنى القصد، ولكن أي قصد؟ مش القصد اللي بيكون مجرد نية، وإنما الذي يتبعه حركة. إذن هل القصد الداخلي بنسميه حج؟ لا، لكن أنت تقصد زيارة معينة أو مكان معين وتتحرك في اتجاهه، شو بنسمي هذا؟ حج. لكن يبدو انه في معنى اصطلاحي الان، اللي هو إن الناس بقصدوا مكة مثلا واداء الشعائر، يعني هذا المعنى اصطلاحي. ولذلك وجدنا انه دخل في المعنى احيانا عند العلماء، خصوصا عند الفقهاء او اهل التفسير،
انه الحج القصد الى معظم، القصد الى معظم، لانه احنا كمسلمين الحج عندنا القصد الى ما نعظم في مكة وشعائر فريضة الحج. طيب يعني توافق على هذا الموضوع القصد الى معظم يعني مناسب؟ هو مش دقيق القول، يعني قصدي اذا بدنا ناتي للمعاجم اللغه ما اظن انه في احد بيقول القصد الى معظم، وانما ممكن يقول القصد الى زياره مثلا، ممكن يقولوا هيك بهذا الشكل. اما الى معظم هذه غالبا مستخدمه في عالم الفقه او في عالم التفسير، انما في معاجم اللغه لا. طب شو علاقة الحج في قضية لما تحاجون؟ لاحظوا إذن في عنده قصد ويسلك لتحقيق هذا القصد، تمام؟ هذا اسمه حج. طيب الآن يبدو أنه الحجة اللي هي البرهان يعني اللي بتقدمه أنت لإثبات شيء بشكل، الدليل اللي بتقدمه لإثبات شيء هو في حقيقته إيش هو؟ هو عبارة عن دليل أنت تقدمه، لاحظها، لتصل إلى مقصدك. كمان مرة، أنت هذه قضية مهمة إلك، تقدم الدليل لتصل في مع الناس إلى مقصدك. شو بتقصد أنت؟ بقصد كذا، فهو بدي يدلل على هذا القصد اللي هو بالنسبة له مهم، بالنسبة له مهم. والمحاجة معناته فيها مفاعلة، هذا بيقدم من جهته البرهان ودليله اللي مسميها ايش؟ حجة. وذاك بيرد عليه، كل واحد بيحاول انه يقدم قصده. في علاقة إذن في القصد. واحيانا بيرد كثير على فكرة تعبير خصوصا على ألسنة الدعاء المحجة البيضاء ليلها كنهارها. المحجة هي، لاحظوا، هي الطريق اللي بيمشي فيه الإنسان نحو قصده، ولكن يبدو هون لازم يكون قصد سوي وقصد سليم حتى يكون محجة. وبعضهم بيقول هو الطريق، يعني هو وسط الطريق، يعني اللي ما فيش انحراف لا يمين ولا يسار، المحجة. طب ليش هي محجة؟ لأنه هو طريق ماشي فيه بقصد الوصول إلى، بقصد الوصول إلى. لكن كما قلنا يبدو أنه هو الطريق القصد فيه بده يكون سليم، قضية المحجة. طيب الآن إذن في علاقة بين الحج اللي هو القصد واللي فيه حركة، وإذا بتلاحظوا المحاجة فيها حركة، يعني كل واحد بيقدم دليله فيها استمرارية، هذا بيقدم دليله وهذا بيقدم دليله، برضو فيها إيش؟ حركة، كل واحد يريد أن يؤكد قصده أو يعني يدلل على قصده. طيب هذا فيما يتعلق بال، وجيد انه طالما ذكرنا المحجة وذكرنا الطريق سبق فرقنا، بس جيد انه نفرق الان. عندما نقول الطريق بكون المقصود انه هذا الطريق مطروق. شو يعني مطروق؟ يعني الناس كثير ما تمشي فيه وتترك بحيث ايش؟ بحيث بنتج عنا مسألتين وحتى نسميه طريق. المسألة الأولى انه بصير له معالم واضحة انت بتمشي فيه، هو بقودك، معالم واضحة. اذا كلمة طريق تشير الى كثرة السالكين، ثم معالم واضحة،
تكفيرهم في الطريق. معالم واضحة. إذا كلمة طريق وطريقة إذا صارت فيها المعنى إيش؟ معنى كثرة السالكين ثم تحديد المعالم. ولذلك لما يقولوا طريقة فلان وطريقة فلان معناته معالمها إيش؟ واضحة محددة. ومش معناته ممكن يكون هو مش المقصود فرد وإنما هذه قضية يسلكها جماعات. طريقة الطريق مثلا في التصوف كن قالوا الطريقة الشاذلية الطريقة كذا الطريقة كذا. إذن هي مسلوكة من عدد من الناس ولها معالم محددة بشك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. في حين لما تقول سبيل لا يؤخذ في, في, في تعبير سبيل هذا المعنى اللي هو كثرة السالكين زائد تحديد المعالم. وإنما المقصود امتداد السبيل هو ممتد للوصول إلى غاية. الامتداد للوصول إلى غاية هي لاحظوا إنه إذن لما نقول طريق غير عن ما نقول سبيل. السبيل فيه امتداد ومنه السبل فيه امتداد للوصول إلى غاية. يعني بيكون في ذهنه غاية بده يوصلها طريق ممتد هذا شو بسموه سبيل. سبيل والطريق. وطبعا أنا ركزت هون شوي قبل أيام كنا تحدثنا في المسألة إذا بتذكروا في هذه المسألة. في حين سبق قلنا إنه صراط فيها معنى الاتساع والوضوح. الاتساع والوضوح. طيب الآن يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. طبعا إبراهيم عليه السلام احنا سبق في بعض الدروس بينا معنى كلمة أو الاسم إبراهيم. على كل فيما يسمى بالعهد القديم يعني ملحقات التوراة أو في لا في فيما يسمونه التوراة في أول سفر الأسفار الخمسة الأولى في التكوين في أول سفر بيذكر أو يرد ذكر إبراهيم عليه السلام وبعض القصص المتعلقة بإبراهيم عليه السلام إلى آخره. الحقيقة إنه زمن إبراهيم عليه السلام مختلف فيه اختلاف شديد إلى درجة إنه بعض المحققين توصل إلى إنه تقريبا 2000 قبل الميلاد. 2000 قبل الميلاد تمام. حتى بعضهم بيحدد بيقول 1996 قبل الميلاد. بعض اللي دخلوا فيها قبل الميلاد عفوا قبل الميلاد تمام. فبعض الناس يقول لا 1800 قبل الميلاد. وفي منهم من يذهب أكثر من هيك في موضوع لأنه التحديد زمن إبراهيم عليه السلام طبعا مش سهل الوصول فيه إلى نتيجة. معروف أنه إبراهيم عليه السلام أصلا من أور اللي هي اليوم في العراق أور. ثم جاء من أور إلى بلاد الشام واستقر في المقام في فلسطين كانوا يسموها أرض كنعان في حينه. طيب الآن لما بتقرأ في العهد القديم وطبعا هذا ليش أنا بدي أمشي شوي مشان نفهم شوي لقدام. لما بتقرأ تكتشف أنهم بيقولوا أنه إبراهيم عليه السلام خرج من العراق وعمره 75 سنة خرج من العراق. طيب ليش خرج من العراق؟ ما فيش ذكر ليش خرج. ممكن يقولوا لك خرج بأمر الرب طلب منه أن يذهب بس. لكن إذا بتلاحظوا القرآن بيّن أنه كان بينه وبين أهل بلده من المشركين وعبدة الشمس والقمر صار في إشكالية وحاولوا يحرقوا تفاصيل. ونجد أنه في القرآن الكريم وردت كلمة فتى مش 75 سنة
سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم. فهو ما أظن أنه هو طال الإقامة فيه بعد قصة محاولة القتل، محاولة حرقه يعني. أما هو المتوقع بعد أنهم أخفقوا في حرقه وأدركوا أنه قضيته قضية مش سهلة، يبدو وقتها هاجر. بدليل أنه لما قال وأعتزلكم، قال لأبيه أيوة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا. بس بعد فترة هذا. بس القصد أنه يعني كان أبوه موجودا، إذن في فارق في السن، إذن هو لم يكن عجوزا أو كبيرا في السن في ذلك الوقت، وخصوصا أنه الأرجح أنه أبوه هنا جده كمان، ليس والده، ليس الوالد المباشر. ما هو الوالد الأب المباشر اسمه والد، لكن الجد أب، وجد الجد أب، والعم أب، تمام. وهذا واضح في القرآن الكريم. فهم الحقيقة بيذكروا أنه صار عمره 75 لما خرج، وما ذكروش قصة أنه صار بينه وبين، وأنه كان حامل دعوة التوحيد، وأنه أساسها محاولة أو تحطيمه للأصنام، وهالتفاصيل، وهي قضية مهمة. فيش منه هالكلام في العهد القديم. طيب، ثم يقول جاء إلى منطقة حران، طبعا في فرق بينها وبين حوران. الحوران في الجنوب، جنوب ما يسمى اليوم بسوريا، الجنوب حوران، وحران في الشمال. لذلك ابن تيمية ايش هو؟ حراني. ابن تيمية الحراني، ولكن النووي من حوران، من نوى، النووي من حوران جنوب سوريا. طيب، ثم بذكروا مجيئوا الى ارض كنعان بامر الخالق، بامر الرب، بامر الرب. وبقولوا انه لما صار عمره 99 سنة، الله سبحانه بعد ما كان اسمه أبرام سماه إبراهيم أو أبراهام، إبراهيم. إذن كان اسمه أبرام، وكان زوجته اسمها ساراي، فسميت سارة. هذا لما صار عمره 99 سميت، أمين يعني غير الرب يعني. هو على فكرة أبرام ممكن يكون يعني الأب العالي، لأنه رام فيها معنى العلو، بشيك أبرام، معنى اسم إبراهيم منه فتى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فممكن إبراهيم يكون تعريب، يعني مقبول إنها تكون تعريب لأبرهام، أبرهام سبق هاي فسرنا فيها، مقبول في، لأنه على فكرة الأسماء الأصل أن تبقى تلفظ كما هي أسماء، ولكن كل لغة إلها طريقة في لفظ الأسماء، والعربية إلها طريقة في لفظ الأسماء. زي ما قلنا مثلا، إذا بتذكروا مرة لما نقول إحنا مثلا بكين، عاصمة الصين بكين، هي بيجين مثلا مش بكين، لكن هذا تعريب ومقبول. وأمثلة كثيرة جدا لأسماء هي ليست أو أسماء أعجمية يلفظها العرب بطريقة، ومش بس هيك، وفي أسماء عربية يلفظها الأعاجم بطريقة، تمام. فهو فعلا مش قريبة كلمة أبرام مع أبراهام، إبراهيم أقرب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طيب، الآن ساراي وانتقلت، صار اسمها سارة. وإذا بتذكروا لا بأس أحيانا لإنعاش الذاكرة، أنه كنت في زمان، هذا الكلام زمان، كنت أقرأ شوية في الديانة البرهامية،
فتفاجأت إنه الآلهة عندهم اسمها براهما وزوجته اسمها ساراي زوجة الآلهة. شو بيعني هالكلام؟ شو بيعني هالكلام؟ هل دين إبراهيم عليه السلام وصل ثم بعدين تعرفوا الناس ممكن ينحرفوا زي ما انحرفوا مثلا في قصة عيسى عليه السلام شك؟ وهو أقرب في الزمن، هناك مغرق في الزمن، لكن واضح إيش المصادفة هاي؟ إبراهما وإبراهيم وساراي، وهاي هم بيقولوا لا هم بيقولوا كان اسمها ساراي وصارت سماها الرب سارة ساراي، في علاقة واضح بين ساراي وسارة. طيب إذن يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ طيب إذن هم كان في نوع من المحاججة أخذ رد في مسألة إبراهيم، هم بيحاجوا في إبراهيم كشخص ولا في دينه؟ احنا لما نقول مرات انه في اللغة العربية احيانا لابد من التقدير، تقدر اشي محذوف، الناس ما لما تحجون في ابراهيم، هم بدهم يحجوا انه ابراهيم طويل قصير ابيض مش ابيض مش هيك قوي ضعيف، بيحجوش في هذه المسألة، انما هم بيحجوا في ايش؟ في مثلا في دينه وشريعته، في دينه وشريعته. لما تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ وفي فرق على فكرة زمني طويل، إذا بدنا نقول إنه موسى عليه السلام 1200-1300 قبل الميلاد، وإحنا قلنا هون في بعض المحققين بيقول 2000 قبل الميلاد إبراهيم عليه السلام، أي في عندك 800 سنة أو 700، وفي ناس أكثر من هيك بروحوا في موضوع إبراهيم عليه السلام. فهو السؤال هنا انتوا بتحاججوا في ابراهيم، هو ابراهيم ليش يهودي ولا نصراني؟ وطبعا سبق انه تحدثنا في بعض الدروس في قضية معنى يهود ومعنى نصارى، لكن الان ما مقدر انه طيب انتوا كيف يعني هو ابراهيم لا كان يهودي ولا كان نصراني، فبسألهم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، من بعد إبراهيم عليه السلام؟ هون على فكرة فكيف ينسب المتقدم للمتأخر؟ طيب كيف ينسب المتقدم إلى المتأخر؟ أولا إذا بتلاحظوا حتى القرآن لما طرح لنا فكرة عن إبراهيم عليه السلام طرح لنا مسائل عقدية مش تشريعية، تذكروا شيء تشريعي؟ عقدي، الأصول العقدية، وإنه إبراهيم عليه السلام كان إمام في التوحيد إلا إذا الدعوة للحج وأذن في الناس بالحج. لطيف، إذن هو أساس خصوصا بناء، هون ما هو دير بالك لها علاقة بإعادة بناء، إعادة بناء الكعبة، إعادة بناء الكعبة أيوة، ثم دعوة للناس إنه يأتوا للحج اللي بدينا فيه في قضية القصد إلى. فهون طبعا هو على فكرة في بعض لاحظت في نوع من الاحتجاج على شيخ من الكويت، وهو تكلم بأنه يعقوب عليه السلام هو الذي بنى الأقصى، وأنه إبراهيم عليه السلام هو اللي بنى إيش؟ الكعبة. لا، هو الحقيقة إبراهيم عليه السلام أعاد بناءها بعد ما كان اندثرت، يبدو لما الناس بنحرفوا وثنيات وتفاصيل نسيت الكعبة ونسي الأقصى. الله سبحانه وتعالى بيّن لإبراهيم مكان البيت وإبراهيم أعاد. طب في أدلة؟ طبعا في أدلة. أولا القرآن ما بنصش على أنه إبراهيم هو
الذي وضع القواعد، وإنما إيش؟ رفع القواعد. هاي واحد. اثنين، طب ما في أحاديث يمكن الاحتجاج فيها، من ضمنها مثلا إنه إنه صالح عليه السلام حج البيت، طب هذا بكفيش؟ ما هو صالح قبل إبراهيم عليه السلام، هذا بكفيش إثبات في حديث شريف، يعني في حديث شريف إنه صالح حج البيت، وطبعا وغير صالح ورد على فكرة في بعض الأحاديث. طب ما هو صالح قوم ثمود قبل بشك، وبالتالي إذن موجود البيت على أساس نصلح. وبالتالي ومعروف إنه الأقصى بني بعد، بالحديث الصحيح بني بعد الكعبة بأربعين سنة، فمعناته لا يعقوب عليه السلام اللي بنى ولا سليمان حتى، إلا إذا صحيح سليمان أعاد البناء، إنما هو موجود قبل، وقبل إبراهيم المسجد الأقصى، تمام، قبل إبراهيم عليه السلام. طيب هذا بس يعني لأنه الأيام هاي في كلام كان عن الموضوع، فجيد أنه نلفت الانتباه أنه في أدلة، والشيخ يبدو مش منتبه للأدلة أنه في أحاديث يصح الاحتجاج فيها تدل على أنه في أنبياء حجوا البيت قبل إبراهيم عليه السلام. طيب فهون أفلا تعقلون وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. طيب الغريب في الموضوع، نرجع لموضوع أنت ذكرت شيء يا شيخ قبل شوي لما احنا ذكرت انه كيف ننسب المتقدم الى المتأخر. ماشي، قلنا الآن انه ما نعرف عن إبراهيم عليه السلام في عالم العقيدة، وهي قلت انه ومسألة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وربي اجعل هذا بلدا، وربي اجعل هذا البلد فيما يتعلق بمكة. طيب لكن دائما الكلام عن إبراهيم باعتباره إمام للناس، طبعا بده يكون إمام بالدرجة الأولى في إيش؟ في الجانب العقدي. الغريب أنت لما تيجي تنظر في التوراة، طب أنتوا بتقولوا التوراة المزعومة، أنتوا بتقولوا أنه كتاب هداية ودين، أنا بشوف مثلا إبراهيم عليه السلام قصة، ذهب إبراهيم، جاء إبراهيم، تزوج مين، من شو أنتجت له سارة، شو أنتجت له هاجر، كراح أجراح كاجر، إيش هو؟ طيب إيش استفدنا؟ إيش استفدنا؟ يعني حتى قضية كما قلنا ما حصل معه، مسألة الأصنام مقاومة للوثنية هنا، لكن يرد بعض الكلام على لسانه من خلال القصة، يمجد خالق السماوات والأرض ويوحد الله. هذه شوفي، طب قضية اليهودية والتفصيلات التشريعية الموجودة واللي فيما بعد الإنجيل كما بروا هم عن لسان المسيح عليه السلام إنه ما جاء لينقض الناموس ولكن جاء ليكمل. طيب هاي التوراة وتفصيلاتها التشريعية، إبراهيم عليه السلام شو إله في هالموضوع هذا حتى تقولوا إنه هاي اليهودية على دين إبراهيم مثلا، أو دين إبراهيم هو اليهودية، أو دين إبراهيم هو النصرانية؟ طيب إيش المشترك، وينه، وين التشريعات الموجودة؟ بعدين موحد، خصوصا لما يجوا النصارى يقولوا إبراهيم، طب إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، هل كان إبراهيم عليه السلام، وهنا انتبهوا لهذه القضية، طيب مثلا بتعترفوا بإبراهيم وبتقولوا عنه موحد ويؤمن بخالق السماوات والأرض، وين إنه في لله ابن، وإنه هذا الابن أزلي مع الآب، وإنه هذا الابن سيصلب على أو سيقتل على الصليب لمغفرة
ذنوب الآخرين. إبراهيم هل يؤمن إبراهيم عليه السلام بأنه لله ابن؟ وين الكلام؟ طب طب واللي بيؤمنش بهذا إيش بكون عندكم يا نصارى؟ يكون في النار. طب إيش معنى كل اللي قبل الإنجيل كل ما ورد في التوراة من أنبياء ما قالوا إنه في إله ابن؟ والله الابن جديد. في موضوع عيسى عليه السلام، في موضوع عيسى عليه السلام. لا لا لا، هي ما هي على فكرة هذه قضية الابن لله في الوثنيات القديمة موجودة ومتعددة. قضية ابن وزوجة والتفاصيل هاي في الوثنيات القديمة موجودة، لا هم النصارى أول ناس ولا اليهود في هذه القضايا. حتى إذا بتذكروا لما تحدثنا في العزير وإنه شو ممكن يكون أصلا عزير ومين هو في الحضارات المصرية القديمة ممكن وكيف تحول له إلى آخره. طيب هون إذن إيش إبراهيم شو العلاقة والتفصيلات الدينية هاي؟ إلا إنه في علاقة تشريعية واحدة بجوز بيعترفوا فيها اليهود بيعترفوش فيها النصارى، إنه الله أقام، شوف الآن، أقام عهدا مع إبراهيم عليه السلام، عهد هذا اللي هو الختان، يعني لما بنولد مولود في اليوم الثامن يختتن الختان اللي هو بنسميه إيش إحنا؟ الطهور الختان، ختان الذكور هون المقصود. ملاحظين أقام الله عهد مع إبراهيم، هذا العهد شو كان؟ ختان. اليهود التزموا فيه، التزموا بهذا الكلام. طبعا لليوم بيلتزموا اليهود بقضية الختان، وهذا بعضهم بسميه أو حتى النصارى صاروا يسموه عهد الدم. عهد الدم ليش على فكرة بيقولوا له عهد الدم؟ لأنهم بيقولوا إنه هذا العهد اللي كان الختان اللي هو عهد الدم مع إبراهيم أجى المسيح وقدم دمه على الصليب وخلص ما عادش فيه ختان. هذا الختان في العقيدة، ولذلك المسيحيين بتلاحظوا إيش ما التزموش في الآن على فكرة ما لا يقل عن 50-60% في الولايات المتحدة مثلا صاروا بيختتنوا الناس. ليش؟ لأنه الطب صار يبين أنه يعني الآن عندك كل المسلمين يختتنوا واليهود بيختتنوا وصار كمان في النصارى أعداد بسيطة عشان البروتستانت أقرب لليهود النصارى. ممكن البروتستانت أقرب بس صاروا يستخدموها حتى طبيا وتفاصيل بدهم يتغلبوا. طبعا في ناس بيحاولوا يحاربوا الختان، مش وقته الان ختان الذكور ما ليش علاقه بالاناث، الان بتكلم عن الذكور. فتصوروا هذا هو اللي متبقي من دين ابراهيم عليه السلام. شو كمان فكيف يعني بتقولوا انه احنا عدين ابراهيم او ابراهيم ديننا هو دين ابراهيم في ايش؟ تصوروا بالختان مثلا، والختان اصلا معروف انه موجود في الامم السابقة وشي طبيعي، شيء طبيعي انه يكون الانبياء كلها جت في هذا المسألة. تمام؟ ليش؟ لانه في بيقدموا لك ادلة تاريخية انه الختان موجود قبل ابراهيم عليه السلام، مش اول ومش وقت نخوض كيف وصلوا له الكلام هاي عبر الرسومات الموجودة في الامم القديمة. ومش بس هيك، والمومياوات، ما هو المومياوات في منها ممكن تعرف نوع مختتن ولا لا، المومياوات اللي هو تمام. فطيب أفلا تعقلون؟ كيف بتقولوا انه انتو تمام؟ نشوف الآية اللي بعدها شيخ. فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها
أنتم ها أنتم هؤلاء ها هاي الأرجح فيها عند أهل اللغة إنها هي للتنبيه ها أنتم هؤلاء ها حتى أنت بتقول هذا هذه الهاء للتنبيه في اللغة تمام هذه للتنبيه ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم تمام وفكرة وردت في القرآن أحيانا أيوة بدون الهاء ها أنتم أولئك تحبونهم يعني ما فيش التنبيه الثانية بس المهم هنا ها أنتم هؤلاء حاججتم بس هناك طبعا إيش الفرق على فكرة ها أنتم أولئك تحبونهم ها في عندك أنتم أولاء هم بيحبوا أولاء تمام ولكن هون هم نفسهم ها أنتم هؤلاء يعني أنتوا هذولا كمان مرة اللي بنقولها هيك احنا أنتوا هذولا اللي أنتوا هذول حتى بعض البعض بيقول يعني نوع من إيش تحقير من شأنهم أنتوا هذول اللي يعني هم نفسهم أنتم وهؤلاء الفريق نفسه غير عن هناك هناك فريقين أيوة هناك فريقين مؤمنين بيحبوا مشركين بس هون فيما لكم به شوي بالله ها أنتم هؤلاء أيوة هون هم بيحججوا في إيش لاحظوا في الأول كانوا بحاجوا بدون إيش بدون علم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم لأنه هم أصلا بيعلموا أنه ورد عندهم في الدين كذا وكذا 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 فكانوا أحيانا يحاججوا فيما ورد في الدين اللي بيعرفوه أو بيؤمنوا فيه حتى لو كان محرف تمام أو بيعلموا الحقيقة وبيحاججوا فيها معاندين يعني مثلا عندهم نبوءات وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا أيوه كانوا بيعرفوا ومع ذلك صاروا يجادلوا فيها لا هو النبي لا مش هو النبي إذا محاججتهم هنا مش إنه يعني بحاججوا بحق أو باطل مش هيك إنما أنتوا هايكم أنتوا الجماعة اللي حاججتوا طب في 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 ما لكم به علم طب إيش لهم علم في الدين عندهم سواء كان يهود أو نصارى في أمور بيعرفوها بحاججوا فيها طيب والله هاي بتحاججوا فيها سواء كنتوا انتوا على حق او كنتوا على باطل يعني بتحاججوا في اشي لكم فيه علم طب ليش بتحاججوا في اشي ما فيش علم فيه شو عندهم علم اصلا عن ابراهيم ما هي القصة مبينة الموجودة في التوراة راحوا اجوا كذا ودينه شو هو دينه اصلا تشريعاته ما ذكرنا إلا قضية الختان هاي هذه عهد بينه وبين الله هذه اللي خلت اللي ظلت عندهم من موضوع ال فإذا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم اللي هو إيش يعني دين إبراهيم مثلا يقعد يقولوا مثلا من ضمن انه انت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا علاقه لك بدين ابراهيم عليه السلام احنا اللي لنا علاقه ليش انتم بتعرفوا ايش دين ابراهيم تعرفوا ايش هو ما هو في جانب عقائدي وفي جانب تشريعي وكل المذكور عندكم في العهد القديم هو قصص
أثناء القصص في تلفظ ببعض الأمور زي رب السماوات وخالقها. على فكرة بيؤمنوا إنه إبراهيم خليل الله، بيؤمنوا النصارى واليهود إنه إبراهيم خليل الله، هو مش معقول كله غلط وكذا مش هيك. فبتجدوا كان يناقشوا في أمور ممكن تكون صح على فكرة، ولكن مرات التحريف وكيف بيفهموا القضية والقصة من أصلها صحيحة، لكن كيف فاهمينها كيف كذا الآخرين بيحاجوا هاي. طيب هايكم بتحاج انتوا هذول اللي بتحاجوا في اشي عندكم في علم. طب وكيف يعني لما يكون ما فيش عندكم علم؟ وبعدين هم اذا بيعترفوا بالوحي، اذا بيعترفوا بالوحي وبقولوا انه يوحى ما طيب والله يعلم وانتم لا تعلمون، لا يكون انتم بتعلموا. هو لحد الان قلنا مش بيعرفوش زمنه، بيعرفوش زمنه. طيب وايش كان بيعبد وما بيعبد؟ ايش صحفه؟ ايش صحف ابراهيم عليه السلام؟ بداية النداء يا اهل الكتاب هي تدينهم، سواء كان يعني ما عندهم من الكتاب الحق الذي بقي لا يدل على ان ابراهيم كان يهوديا او نصرانيا، فيش شيء بيكون ما تبقى او ما حرف من الكتاب لا يدل على قولهم ايضا. بالضبط، سواء كان الاشي الصحيح او الاشي المحرف ما في ذكر لانه ابراهيم يهودي او نصراني. على اي اساس بتحجوا في هالمسائل هاي؟ طب اهم شيء في شيء، اهم شيء في النصرانيه ايش؟ قصه الصلب، مش هيك؟ وابن الله يعني، وابن الله عانى على الصليب، وينه؟ هذه لانه قيم هاي بيظلش نصراني، قيم موضوع الصلب يعني ابن الله المصلوب قيمه خلصنا، ما بظلش نصرانية. طب وين في ابراهيم هاي اللي مذكور في التوراة؟ وين؟ ما فيش حتى عندكم يا نصارى، وين ابراهيم يقول؟ طيب ولذلك ان اولى الناس بابراهيم شوي اذا ايوه هلقيت ما هي جاي الان، ما هي جاي الان الآية. طيب والله يعلم وانتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طبعا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا انفهمت تمام، ولكن كان حنيفا. طبعا سبق تحدثنا في حنيف كثير، على كل شو هو الحنيف؟ لاحظوا هو دائما يميل الى الحق، دائما يميل الى الحق، دائما مع الحق. هذا الحنيف دائما يميل الى الحق، دائما مع الحق. بجوز بعض الناس بيقولوا المائل من الباطل إلى الحق، طب ما هو أصلا المائل دائما إلى الحق هو مائل عن، لأنه عن هاي فيها بعد يعني ما فيش مجال. إذا كان مائل على الحق دائما ميال إلى الحق إلا يكون مائل عن الباطل، عن شوف مائل إلى فمعناته مائل عن حتما الحنيف. أما كيف أصلها في اللغة، اللغة بذكروا أشياء من ضمنها وأكثرها عند أهل المعاجم، إنه في الأصل ما هو كيف لاحظ بتنشأ اللغة مرات، هو لما يكون رجل إجري، لاحظ إحنا بنمشي بهذا الشكل، لكن لما تكون التنتين ميلات بهذا الشكل، التنتين الإجرتين بحيث الأصبع الكبير والإصبع الكبير في الرجل بيلتقوا بهذا الشكل، شوف كيف ممكن، هذا بسموه أحنف، هذا بسموه أحنف. إذا بتكون إجري معوجة بحيث أنه
إذا ما هو الإصبع الرجل بسموه إبهام برضو، إبهام الرجل اليمنى مواجه للإبهام الرجل اليسرى ميل للداخل، هذا الحنيف في الأصل، في الأصل هيك. بعدين كيف نشأت اللغة؟ فعلى كل هو الحنيف إذن الذي يميل إلى الحق دائما، معناته دائما مائل عن الباطل، مائل عن إلى الحق. طيب الآن، طب شو رأيكم وما كان من المشركين؟ تعريض ولا لا؟ هاي تعريض بمين؟ أيوة، لأنه في عندك ثلاثة الآن، اثنين عم بيخاطبهم الآن، وفي ثالث بيؤمنوا بإبراهيم اللي هم مين؟ العرب. إسماعيل وإبراهيم وعلى فكرة هون وما كان من المشركين، ولكن لأنه هناك على فكرة إنهم مشركين قالهم كثير في القرآن الكريم ووصفهم بالإشراك، لكن هون لاحظوا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف بتقولوا يهودي أو نصراني؟ ما هو ما كانش مشرك. شو يعني؟ طب جيبوا لي آية بتدل على إنه النصارى أهل شرك بعد ما حرفوا الدين. اتخذوا أحبارهم وأحبارهم. أيوة. خلي الشيخ اقرأها بس. أو اقرأها، قال لي اقرأها أنت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. آه. والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيوة. سبحانه. عما يشركون. عما يشركون. إذا في إشراك ولا ما فيش؟ عما يشركون. في إشراك. وقبلها في الآية اللي قبلها. وقالت اليهود عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قول. لحظة. ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ما هو هذا موجود في الأمم السابقة. الأمم الكافرة. فهون تعريض بمن أشرك من أهل الكتاب، تعريض بمن أشرك. ممكن تقولوا لي طب ما في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق، هون تعريض بمين؟ بمن أشرك. ما هو بجوز يقولوا لي طب كيف مثلا اليوم مش عم نلاحظ عند اليهود؟ أمين قال أصلا كيف بفهموا صفات الرب؟ هاي واحد اليهود. ثم شوفوا سلطان الحاخامات، شوفوا في المسيحية مين بيشرع فيقول هذا حلال وهذا حرام، مثلا في البابا كمثال هو مشرع، بمجرد ما قال هذا حرام تصبح في الشريعة المسيحية عندهم الكاثوليك حرام. قال في سلطة للكنيسة أعطاها قال المسيح لهم بشرعه، والحاخامات بالطريقة نفسها، وحتى بنظروا ما هي فرق كثيرة على فكرة اليهودية مش بس النصرانية. وشو دور القساوسة والرهبان والحاخامات؟ تجد الشرك بشكل واضح. تمام؟ فإذا إذا إذا في هناك أكثر من صورة من صور الشرك. فلما يقول وما كان من المشركين، وهذه في حق إبراهيم عليه السلام تكررت نفي أنه كان من المشركين خمس مرات. آه. ما كان يعني مش منكم، شوفها ما كان من المشركين مش منكم، تعريض. طيب قرأنا في الآية اللي بعدها يا شيخ. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. طب مين أولى الناس؟ مين أقربهم لإبراهيم؟ مين أجدرهم بإبراهيم؟ لحظة، مين؟ لأنه أولى، إذا بتلاحظوا دائما الولي بيكون أقرب الناس في الغالب، زي ما نقول ولي أمرك،
تجد الأب مثلا أو الجد أو كذا. الولي في درس سابق مش بعيد قلنا الولي هو القرب، بعدين صارت تأخذ معاني النصرة وغيرها. إذن إن أولى الناس، إذن أقربهم وأجدرهم بإبراهيم وأحقهم بإبراهيم، إذا كان بدنا نشوف مين أحق بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم أولى لاحظوا بدنا ننتبه هون لتأكيدات إن أولى، ما بتلاحظوا أولى فيها فيها تفضيل، اسم تفضيل بشيك، إن أولى الناس بإبراهيم، مش لاحظوا مش قال سبحانه وتعالى الذين للذين إن أولى تفضيل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والله ما أظن إنه على فكرة اللي بزعموا من أهل الكتاب إبراهيم إنهم مثل المسلمين اللي لا تخلو صلاة ولا ركعة حتى، يعني ولا فريضة بلاش ركعة كتجاد لكل الركعة. طيب لا تخلو صلاة من ذكر مين؟ إبراهيم عليه السلام، ومسميها الصلاة إيش؟ لابد أن تكون في صلاتك بشيك؟ فله لسان صدق في الآخرين اللي هو هم في صلواتهم، يعني شو بأخذ من إبراهيم عليه السلام اللي بيقولوا إنهم متبعينه؟ ها؟ ممكن يكون اتبعوه أول شيء أولاده اللي آمنوا فيه في زمانه وبعد زمانه، بعدين النبي والذين آمنوا إحنا نصير المقصودين فيه. حلمك حلمك ألقيت هل أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؟ نعم شوي بقى. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. لاحظ في أمر بالاتباع؟ نعم فاتبع ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. واضح إنه إحنا يعني بارزة قضية اتباع إبراهيم ولا لا؟ تخلو صلاة من ذكر إبراهيم عليه السلام؟ كما باركت كما صلي بشكل صلاة. طيب إذا تقدر تقول اللي اتبعوا في زمنه وما بعد زمنه إحنا هذول كلهم اتبعوه. طب ليش الآن هذول كلهم اتبعوه بما في نحن؟ لأنه أمرنا باتباعه، فنتبعه فيما وصلنا من أخباره عليه السلام بطرق صحيحة منها القرآن ومنها السنة، تمام؟ فإحنا من أتباعه إبراهيم عليه السلام على طريقه، تمام؟ الطريق اللي مشى فيها خصوصا في في العقيدة والتوحيد إحنا ماشيين فيها. طيب ولا إيش؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، شوفها عطف الخاص على العام، أيوة، وهذا النبي والذين آمنوا اللي هم أتباع النبي والذين آمنوا، لاحظوا، وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب ما هو أصلا كل اللي أجت بعد ملائكته، لاحظوا، وملائكته ورسله، طب ما الملائكة رسل، وجبريل طب ما هو رسول وملك، وميكال ما هو ملك. إذن هون في تخصيص من أجل إيش؟ إعطاء أهمية خاصة، إعطاء أهمية خاصة. ممكن بعض الناس يقول إذا ليش جبنا الآية هاي وملائكته ورسله وجبريل وميكال؟ لأنه قولنا إنه إحنا أصلا من أتباعه. طب ولا إيش؟ وهذا النبي والذين آمنوا،
إذن هو وأخص من أتباعه أيوة. هذا النبي والذين آمنوا. طب الرسول هو أمر باتباع الرسول باتباع إبراهيم ولا لا؟ نعم. إيش اللي هي؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. إذن خصص بين كل الأتباع مين؟ هذا النبي والذين آمنوا. هذا على فكرة قيمة المؤمنين برضو. ولا كان بكفي تبعوا؟ لا. طيب الآن والله في سؤال يعني قديش بك يا عماد؟ ماشي جميل. يكون يعني يسأل عادة ممكن سؤال عشان يوضح للمشاهد، يسأل إنه نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصريا، بعد وأجو بعده طب وقال حنيفا مسلما والإسلام الإسلام جوابه أيوة. كيف ممكن يجاوب حنيفا مسلما مستسلما لله منقادا له؟ مش ما هو الإسلام إما معنى اصطلاحي، وأصلا اللي سمانا مسلمين بنص القرآن هو في ترجيحنا في التفسير إنه إبراهيم عليه السلام هو اللي سمانا، لأنه هو سماكم هو سماكم المسلمين من قبل. طب هو كان بيعرف فينا بيعلم يعني؟ طبعا طبعا يوحى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خبرنا بالوحي في أمور راح تأتي بعد 1000 سنة وأكثر إلى آخره. وحتى سيد النبي دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم أيوة. آياتك كمان مرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إذن هو سماكم. طب شوف شوف هالعلاقة شوف هالعلاقة هو الاسم هو سماكم. طيب الآن لكن في معنى لقضية الإسلام معنى في اللغة مش في الاصطلاح. هذا المعنى اللغة هو أصلي. يعني لو واحد سألك ليش أنتم تتسموا مسلمين شو معنى اسمكم؟ إذن هو فيه انقياد لأمر الآمر ونهي الناهي من غير اعتراض. أنو الآمر والناهي اللي إحنا مستسلمينه مستسلمين إله؟ الله. طب معناته كل الأنبياء مسلمين، يعني كل الأنبياء مستسلمين ومنقادين لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولاحظتوا يعني أجمل صورة عرفناها في الاستسلام قصة لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم إيش؟ يذبح ابنه. فلما أسلما وتله للجبين. اثنين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. طيب الآن عليهم السلام. إذا حنيفا مسلما مستسلم. وجعلنا مسلمين لك. أيوة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون له مسلمون مستسلمين له. وبعدين وأسلمت مع سليمان لله. أيوة. وهكذا كل الأنبياء مستسلمين على معنى الاستسلام. ولذلك ولذلك جميل جميل إنه المسلمين خصوصا لما بيسمعوا الأمم الثانية اليوم المسلمين موجودين في كل الكرة الأرضية جميل إنهم بينوا للناس ايش يعني احنا مسلمين. بيعرفوش بيعرفوا انك انت مسلم. طب فهموهم هم بيعرفوش عربي الناس فهموهم شو يعني مسلمين انه احنا بمعنى اوامر الله ونواهي احنا مستسلمين لله تمام احنا تحت اوامره احنا عبيد له لله هاي معنى يعني جميل انه يكون في توضيح للامم إيش معنى مسلم وإنه كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد كانوا من المسلمين. أما فيما التسمية بحيث أصبح اسمنا مسلمين هذا تسمية إبراهيم عليه السلام للأمة الأخيرة. نعم هذا سؤالك يا شيخ مشيك. الله يبارك شكرا لك. يا شيخ بس ما بتلاحظوا إنه والله ولي المؤمنين شو المقصود فيها مالك؟
يعني انتم منصورين. تخافوش. ما هو ما هو لاحظوا قلت يهود ونصارى. يهود ونصارى وأحقية ومين أحق ومين ما أحقش. طيب ما هو أصلا ما هو أصلا أبرز شيء عندهم لاحظوا إنهم هم بيزعموا إنه الله سبحانه وتعالى انتبه الآن طبعا هذا في التوراة اللي مزعومة وفي نفس الوقت الإنجيل الإنجيليين ما هم بأخذوا من التوراة إنه الله سبحانه وتعالى وهب هذه الأرض من النيل إلى الفرات لإبراهيم وجدد العهد فيما بعد مع إسحاق وجدد شوفها وجدد العهد مع إسحاق دير بالكم مشان يطلع إسماعيل عليه السلام جدد العهد مع إسحاق لأنه هم بيقولوا ببساطة بهذه الطريقة لاحظوا النص عندهم بيقولوا إنه الله سبحانه وتعالى لما صار عمر إبراهيم 99 سنة كان وعده بالأرض على فكرة ولما صار 99 سنة غير اسمه من أبرام إلى أبراهام إبراهيم ثم غير سارة ساراي إلى سارة ثم قال له عهدي بده يكون مع إسحاق منصوص عندهم هذا الكلام في قضية الأرض وامتلاكها مع إسحاق طب ما هو مش رح ينفعكم هذا الكلام إذ تقولوا إسحاق وتطلعوا إسماعيل برا ليش لأنه أصلا إحنا هذا سبق تحدثنا فيه بإطالة إنه معظم بني إسرائيل اللي ممكن بنتموا لإسحاق الموجودين يوم نسلهم في الكرة الأرضية هم معظمهم مسلمين وبالدرجة الثانية مسيحية وبالدرجة الثالثة يهود أقل ما يمكن يهود فرمش رح ينفعهم أنهم طلعوا إسماعيل برا لأنه من أفغانستان إلى فلسطين هالملايين هاي كثير منها من نسل إسحاق وباعترافهم هم باعترافهم لأنهم بيقولوا أصلا وفي حتى في في في, في المناهج التدريسية بدرسوها للأطفال عندهم أنه في 10 أصباط ضايعة في الشرق وين في الشرق ما هي من فلسطين لأفغانستان لوين يعني ضايعة في الشرق ولذلك الصحف العبرية في التسعينات كتبت انه البشتون اللي منهم طالبان وغيرهم هذول بني إسرائيل عندهم الصحف ولذلك قلنا لهم مرة اللي ان شاء الله اللي يحرر فلسطين بني إسرائيل رجع قاعدين تقولوا لي انه عمل عهده يعني طلع عمل عهده وقال بكل وضوح انه الان عهدك ولا اسحاق مش راح تستفيدوا الان من هذا الموضوع لانه بني اسحاق مين اليوم مين هم بني اسحاق وعلى فكره لولا انه في دروس انه فصلنا في مسائل ولا كان اليوم نفصل بس بكفي هاي الاشاره بس لما انتهت لاحظ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا طيب والله ولي مين مؤمنين شو يعني وليهم خلاص انتهى مؤمنين الله وليهم شو يعني كم بقول لك طيب ما هو بصير هم بصير حزن بصير شهداء وبصير لا في النهاية طالما مؤمنين بنتصروا شو يعني بنتصروا شو أهم شيء بفكر فيه الإنسان في موضوع النصر إنه الفكرة تنتشر يعني العقيدة والعقيدة تقتحم في الأرض كلها الآن مع أنه المسلمين مستضعفين كيف لما يصيروا المسلمين هم أصحاب الدول القوية أو الدولة القوية في الناس بكل كل دول كل دولة الدولة القوية وإلى آخره وهم أهل العلم وهي برجعوا قاعدين بقوة لا حتى وهم أضعف نشروا الفكرة كيف الآن بعدين لذلك المسألة وقت والله ولي المؤمنين تم هو اللي يقول سبحانه وتعالى معركة حجاج حجاج أيوة معركة حجاج وهو أصلا كلهم بيحاولوا إيش يزيفوا الفكرة الإسلامية وأنت بتشوف الإعلام وبتشوف كذا عجيب عجيب فبصيبك هم وحزن لكن طب وليش بنتشر الإسلام
عندهم. وبعدين في القمم الفكرية مسألة وقت. نكمل الآية اللي بعدها يا شيخ. ولذلك بتيجي موضوع إيش الآن؟ الشبهات اللي بيطرحوها في محاولة هزيمة الإسلام. اقرأ الآية. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الود ودت. الود فيه تمني. فيه تمني لذلك جت بعدها اللو. ودت أيوة. وأكثر ما ورد في القرآن أكثر مش كله ما ورد ألفاظ الود بتبعها لو. ودوا لو. لو لأنه لاحظ هو يحب لو. يحب لو طبعا بيجيش بمعنى الحب بمعنى الكلمة. هو رغبة في شيء أن يكون في المستقبل. بنفعش في الماضي على فكرة. الحب ممكن يكون في الماضي بس هون الود فيه رغبة مستقبلية ولذلك بتبع غالبا بتبعها إيش لو. يكون في معها عمل ونشاط. هو الود يلمس سلوك فيه تحبب وتقرب وكذا. ملاحظين بينكم مودة ورحمة لأنه في يمكن ترجمتها عملية. سلوك له سلوك. وجعل مودة ورحمة. لا لأنه المودة هي يعبر عنها. لذلك قول الله سبحانه وتعالى تلقون إليهم بالمودة. شوفها. طب هو الحب كيف بده يلقى؟ لا معناته أنت عم بتمارسوا ممارسات تدل على إيش؟ إنه في ود. تلقون إذا قلنا لابد في المودة يظهر الأمر المحبة أو الرغبة أن يكون ولكن كله في المستقبل مش. وسبق إذا بتذكروا يعني وإن كان هذا الآن بلزمش يعني أنا بقدرش أقول إني بود هذا الأمر اللي هو الجماد هذا. لا أنت ممكن تحب بيت بس مش بتوده. تحب أن يكون لك بيت. أتود أن يكون لك. لكن أنت ممكن تحب البيت وتحب مناظر الطبيعية بس مش بتودها. أنت تود أن يكون لك بيت. فهمنا. أما بتود البيت لا. لأنه أنا لما بدي البيت أظهر له فهمش علي كيف بدي أظهر له البيت. أنا بدي لما أظهر يفهمني. أنت ممكن تتودد بس يفهمنا القطة يعني بس لحجر كيف بدك تتودد لحجر. فأنت بتتودد للحجر ما مش ممكن فيش. بتحب الحجر مثلا اللي شكله جميل ومزركش بحب ما بحب هالمنظر. المشركين بتوددوا الأصنام مثلا. هذلك لأنهم بيعتقدوا فيها اعتقادات باطلة لا بتسمعهم ولا بكذا. هم بيعتقدوا أنها بتستجيب عشان هيك بتوددوا بس احنا عارفين أنه بيستجيبش. مش هيك. طيب فهون كمان مرة ودت طائفة على فكرة. طالما طائفة طبعا على فكرة من أهل الكتاب لأنه مش كل أهل الكتاب أصلا بهذا الشكل ولكن يبدو أنه لما قال يقول سبحانه وتعالى ودى الطائفة جماعة قريبة منا وفي بيننا وبينهم مخالطة لأن الطوافان فيه الدوران حول الشيء. الطواف فيه دوران حول الشيء يعني ما قالش ودت جماعة ما قالش ودت فئة لأنه لو قال جماعة بده يلفت الانتباه للاجتماع. لو قال فئة لو قال بس ودى الطائفة معناته هذول اللي بودوا قريب منك قريب منك. طب هذول شو بودوا شو اللي بيشغلهم وشو بيحبوا هم بالنسبة إلي. لو إيش ودى طائفة من أهل الكتاب. إذن لاحظوا طائفة من بعض من كل لأنه مش كل أهل الكتاب وفي منهم أهل حق كانوا عبر التاريخ أهل الكتاب. تمام. لو إيش الأمنية وهو تمني على فكرة. لذلك بعضهم شو قال حب مع تمني فسر الود.
وإن كان زي ما قلنا مش دائما بيجي بالضبط هو حب. طيب لو يضلونكم ولكن هم بتلاحظوا أكثر 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 الشبهات التي تطلق في الإعلام وعلى مدى قرون منين جاية فكرة؟ من أهل الكتاب. من أهل الكتاب. من أهل الكتاب. أقول لكم وسبق قلنا بجوز عبر 200 سنة. 200 سنة سبقت. أخرجت المطابع الغربية. وزمان كنت أقول 150 سنة. ما هي مشت السنين. تقريبا ما يقرب من 200 سنة أخرجت المطابع الغربية كتب لتزيف الإسلام وتضلل المسلمين وتضلل الناس كمان فيما يتعلق بالإسلام بمعدل كل يوم كتاب. بمعدل كل يوم كتاب. وممكن يكون الكتاب زي هذا اللي هو 7 مجلدات ضخمة. بس هون ما كانوش قصدهم يضللوا. قصدهم يخدموا أبحاثهم مشان يضللوا. هذه من 1 ل7 ضخمة هاي. هذا كتاب واحد. هذا كتاب واحد. سبق هذه القضية ما احنا حكينا فيها. فهون طيب شبهات هيو لو في إذن لو معنيين يضلوك. بس هم مش منتبهين انه في شبهاتهم ومحاولاتهم للإضلال بيضلوا أنفسهم. على فكرة مثلا من كثر ما بيكذب في الإعلام بيعتاد الكذب. مش هم بكتبوا ضده وكذا وبزيف الأفكار بصير مزيف وبصير بكرة يزيف أمور ثانية بجوز يزيف دينه كمان. فهم ما بيشعروش إنه بهذا السلوك شو بيعملوا؟ عم بيضلوا أنفسهم. طب بشعروا انهم بضلوا انفسهم؟ لا هاي بتيجي على فكرة بتيجي مش سهل ادراك التحولات اللي بتصير في انفسهم التحولات وبين بعضهم وهم بيحاولوا يضلوك انهم ايش وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون وما يضلون الا شوفوا الا طيب طب ما هو ممكن يوصلوا الى اضلال بعض المسلمين ايوه ولي المؤمنين. اما في قضيه كون الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء على ضوء شو مقدم هو وبالتالي ممكن على فكره وهذا لما فسرنا فسنيسره لليسرى ونيسره للعسرى لما فسرناها وكيف انه لما بيكون هو بطريق باطل يم بيسر له يا امشي روح يبقى مين المتحكم الله. مين الحافظ والله ولي. إذن احنا خايفين بالك على الدعوة يعني والمؤامرات هاي كلها طيب ممتاز لكن جيد انه يكون في استنفار للطاقات لانه انت مكلف لكن ما فيش داعي انك دائما تكون في حالة احباط او اسى أو أسف شديد إلى آخره لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا مثلا وآيات أخرى تمام؟ لا أنت عفوا كن بواجبك بعدين لكن كن على ثقة أنه في النهاية تثمر. وإحنا على فكرة يعني عشنا الفترة وإحنا صغار اللي كانت الناس في بلادنا أصلا بعيدة عن الدين ولا تعرف شيء ومش بس هيك وتصف أهل الدين بأنهم أهل التخلف وتفاصيل طويلة هذا غير العداء. وذكرت لكم في بعض الجامعات عندنا هنا أنه في وثن أستاذ كان يدرس في الجامعة لما بده يصلي يدخل غرفته غرفة ويسكر على نفسه بالقفل حتى لا يفاجئ أحد بأنه يصلي هون في بلادنا. وقصص كثيرة عشناها وإحنا صغار إحنا برضو مش صغار فهون لكني شايفها من ذاك الوقت
في وعينا الأمور تمام، والناس على فكرة بشكل عام لا في اتجاه صح. بعض الناس في بلاد ثانية أنا ما بدري، لكن المتشائمين بقول لك أبدا متشائمين، إحنا اللي عندنا خبرة وشايفين وعارفين، لكن ما عملناش مسح للكرة الأرضية يعني، بس في أمور وظواهر بتدل. انتهى يا أحمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.